وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد جواد عبد الله حسين عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيد جواد. بداية، كيف تفسر يعني الإصرار القطري على استهداف بحارة البحرين وتعمد التضييق عليهم من خلال اعتراضهم بالقوة ومن ثم اعتقالهم وسوء معاملتهم؟ نحن أولا نشيد بالجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الموقرة في الإفراج العاجل والسريع عن البحارة والصيادين المحتجزين لدى السلطات القطرية. وفي الحقيقة لأن قضيتهم قضية عادلة وإنسانية فلم تتخلى الدولة عنهم ولم يتخلى المواطن البحريني عنهم، وأنهم خرجوا للعمل والسعي والكسب وهو أفضل الأعمال الحسنة. ومن المفترض من السلطات القطرية مساعدتهم والوقوف معهم وتقديم كافة التسهيلات لهم. هذا ما يفرضه الدين ويؤكد عليه الإسلام والأعراف والتقاليد العربية والخليجية. وأما إلحاق الضرر بهم أو التسبب لهم وإلى عوائلهم في خسائر مادية كبيرة ومعنوية، هذا ما يخالف كل المبادئ والقيم والأعراف المتعارف عليها في دول الخليج. نعم. طيب سيد جواد، يعني من وجهة نظرك يعني كيف يعني انعكست هذه الممارسات القطرية العدائية ضد البحارة، ضد بحارة البحرين سلبا على وضعهم المعيشي؟ طبعا هذه المواقف أو هذه الأساليب أثرت كثيرا على البحارة وسببت لهم خسائر مادية ومعنوية، كذلك أبعدتهم عن أبنائهم وأولادهم وعوائلهم. وأنا أعتقد يعني حسب اعتقادي يعني نتمنى أن يعني من السلطات القطرية أن يتم احترام كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز من تقوية أواصر الأخوة والتعاون واحترام حقوق الإنسان وعدم خرق هذا السياج الذي يربط في الحقيقة شعوب منطقة الخليج ببعضها البعض. هناك علاقات مصاهرة ونسب وأخوة وحسن جوار وغير ذلك من الوشائج المترسخة منذ القدم بين الشعبين الشقيقين، ثم أن هناك مبادئ وقيم وقوانين وتشريعات واتفاقيات ومعاهدات تجسدت حينما تم إعلان تشكيل مجلس التعاون الخليجي حيث وقعت السلطات القطرية عليها، وهي اتفاقيات دولية تنص على حقوق البحارة والصيادين والهواة ومرتادي البحر، ووقعت أيضا على اتفاقيات اقتصادية واتفاقية خاصة بحقوق الإنسان بما في ذلك التوقيع على اتفاقية قمة العلا المنعقدة في المملكة العربية السعودية. ينبغي أن تكون حقوق البحارة والصيادين محترمة لدى السلطات القطرية بعد إبرام وتوقيع كل هذه المعاهدات. نعم، سعادة السيد جواد عبد الله حسين عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.